أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. في حادثة هي أول من نوعها، تلميذ مترشح يطلب بطلب خاص وغريب من أساتذة المصححون للامتحانات، حيث قام بكتابة طلبه عبر ورقة الامتحان، حيث كتب قائلا: أرجوك يا أستاذ أو أستاذة، أعلم بأنني غامرت بكتابة هذا الطلب، لكن أرجوك، إن هذه هي السنة الأخيرة لي، أريد فقط نقطة ستة لاجتياز هذه السنة الدراسية، أقسم بأنني سأبقى أدعو لك طيلة حياتي، لقد بذلت كل جهدي هذه السنة للمراجعة لأنني ندمت على السنوات الماضية، لذلك أرجوك يا أستاذ أو أستاذة انظر في حالي، سأبقى أدعو لك طيلة حياتي.